هذا وسيعرض تلفزيون البحرين على حضراتكم برنامج حديث اليوم الذي سيناقش المرسوم بقانون بشان صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والانظمه التقاعديه والتامينيه وسيستضيف البرنامج السيد ايمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئه العامه للتامين الاجتماعي لبيان تفاصيل وبنود المرسوم بقانون وآليات دمج كل من صندوق التقاعد موظفي الحكومه وصندوق التامينات الاجتماعيه في صندوق واحد برنامج حديث اليوم الذي يعرض في تمام الساعه التاسعه مساء سيناقش ايضا توقف الزياده السنويه على كافه المعاشات المقرره بموجب اي قانون او نظام تقاعدي او تاميني اضافه لعدم جواز الجمع بين المعاشات التقاعديه